مالك مش ممكن تضحي ببنتها علشان خاطر رنا؟ رنا موضوعها منتهي، بالذوق بالعافية هاخدها. نشوف. مشغل عندك واحدة ما شاء الله، تدي درس خصوصي للشيطان نفسه. بيقول عليكي قوادة، لأنك عمرك ما جبتي لي رجالة. أنا عايزاك اليومين دول تزود وتدوس على الآخر. أختك دي مش هتولد على جنب أبدا. جوزك عارف إنك عندي. طب ما تخليكي ذكية ونخلص منه هو قبل ما يتجوزها. مش قالوا نديم فخري يقع في الحب؟ طيب لقد وقعت. مريم، نديم طلبني للجواز. مستر نديم وصل. جمال، لو عملت معايا الدنيئة ما تلومش إلا نفسك. في واحدة اسمها نايا عبد الرحمن عايزة المحضر. يا حلوة يا حلوة اللي انت مش تأكدتي ان هما بيكذبوا عليا وان لوجي عايشه؟ ليه جامد؟ احب يا حازم عشان ابليس في الجنه. ايوه يا استاذ جلال، ممكن تجيلي البيت النهارده؟ لا ماليش مزاج اروح المكتب، من فضلك تعالى لي البيت، في موضوع مهم عايزك فيه. يعني شفت المسج وما ردتيش، يبقى اسمه ايه ده؟ كلميني اول ما تبدي. باي. أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذرلك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أميرة تعالي من فضلك. أوكي. سوري يا روحي مشغولة شوية، وهخلص وأكلمك. على فكرة أنت كمان وحشني. وصلت الدالي عبد الرحمن؟ لسه بس هوصل لها. الكارت ده جه إمتى؟ ده جالك يوم وفاة لوجا الله يرحمها. طب اتفضل انت يا امير. انت البوب؟ ايوه ايوه اللي شغال مع عماد القط. بالظبط كده. فين الراجل ده؟ غطسان بقاله شويه. هو أنا معرفش. طب هو مغير نمر تليفونه؟ يمكن. يمكن إزاي؟ أنتوا مش شغالين مع بعض؟ لأ أنا كنت شغال معاه.
المفروض نديم باشا مستنيني دلوقتي وفي ميعاد ما بيننا. وانت كل مواعيدك كده مش عارفاها؟ وللاسف كل مواعيدي معاه بتبقى حاجه خاصه بيني وبينه. طب ثانيه واحده اتاكد. اتفضلي. مستر نديم، البوب هنا وبيقول ان عنده ميعاد. اوكي. اهلا اهلا. اهلا بيك يا باشا. استعد يا بطل للمرحله اللي جايه بتاعتك. خدامك يا باشا. ايه حكايه مراتي دي؟ ولا حاجه يا باشا، هي فضلت تدور عليه كام يوم، ولما ما عرفتش توصل لحاجه بلغت البوليس. وبعدين؟ ولا حاجه، جه البوليس ودور في كل حته بيروح وسال كل الناس اللي يعرفوه، وفي الاخر بلح. والمكان اللي كان موجود فيه دخلوه يا باشا، وزي ما دخلوا زي ما خرجوا. وشلت كل اللبس وكل الحاجات؟ اطمن يا باشا، المكان اتنظف من يوميها، ما خليتش فيه الهوا. والمحلول اللي سيادتك ادتهولي رشيته على الجثه، وتاني يوم الصبح رحت اطمن عليها ما لقيتش غير شويه عظم يا باشا. وعلى بال ما مسحت البصمات وشلت كل حاجه كانت في طريقي، لقيت لك شويه العظم دابوا. قال لي يا باشا المحلول ده بيتباع فين؟ يعني عشان هتجوز بنتي تتاخد مني؟ للأسف هو ده اللي هيحصل، هو ده القانون يا مدام ملك. وانا ما ينفعش اخدعك ولا اضحك عليكي واقول لك ان احنا هنكسب القضيه دي، بالعكس القضيه دي خسرانه. يعني عشان بنتي تفضل معايا ما اتجوزش، انما رافق في السر ماشي، اتجوز عرفي برضو ماشي، لكن اتجوز كده قدام الناس زي الناس المحترمه؟ طليق ياخد مني البنت وهو عادي بقى يتجوز ما يتجوزش براحته. لا مش براحته قوي يعني، القانون 25 لسنه 29 المعدل بسنة 2005 كان واضح وصريح في موضوع شروط الحضانة دي. يعني مثلا لو مامة حضرتك كانت عايشة الله يرحمها كنا ممكن نرفع دعوة باسمها ونطلب حضانة البنت ليها، وكنا ممكن نقول ان الاب متجوز واحدة تانية وان مرات الاب غير امينة على حضانة البنت. طب استاذ جلال، هو مفيش حاجة تاني ممكن نستغلها ضده في المحكمة؟ بنتي بتتعارك وعايزة عناية ورعاية وتاخد كيماوي، وده ممكن يبقى مش لمصلحته، ممكن استغله ضده. يا مدام ملك اسمعي مني، القضية دي خسرانة خسرانة، ده كفاية انه ممكن يستغل ان انت سيدة اعمال وما انتش فاضية لها. ويا سلام بقى لو معاه محامي عقر واستغل موضوع مريم واللي حصل لها مع الليسي وقال ان ده مش مستبعد انه يحصل مع البنت. طب ايه الحل؟ هو في حل واحد، انك تقعدي مع طليقك وتحاولي تحلوها بشكل ودي. ودي؟ انت تاني؟ هو انت مفيش حاجه بتتحل معاك غير ودي؟ امال انت عايزاني اقول لك ايه؟ عايزاني اخدعك واقول لك يلا ندوس في القضيه للاخر واجر منك مصاريف واتعاب واجراءات ومذكرات عماله تتكتب وفي الاخر نخسر القضيه وارجع اقول لك ما تقلقيش لسه في استئناف ونقط؟ لا مدام ملك، انا ضميري المهني ما يسمحليش ان انا اعمل معاك انت كده بالذات. طب يا استاذ جلال قول لي اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ هو الحل الودي، مفيش غيره. طب وافرض ما وافقش؟ يبقى هياخد رنا. ودي حاجة مستحيلة هتحصل. خلاص، يبقى بلاها جواز. أصل الدكتور حازم راجل محترم، دكتور في الجامعة، له صايع وله بلطجي، وسمعته زي الفل. ده حتى ما عندوش أي فضايح نقدر نستغلها ضده علشان نكسب القضية دي. ما خلاص بقى يا وسام، بلاش فضايح. فضايح؟ وانت لسه شفت فضايح؟ اوه، هنفضل على الحال ده كتير؟ انا بقالي 4 ساعات بفهم فيكي ومش عايزه تفهمي. افهم ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايوه يا عمي، مين ده؟ ايه هار اسود؟ انا وسام، انت مسحت نمرتي ولا ايه يا عمي؟ بالذمه مش عيب اللي انت بتعمليه ده؟ عيب؟ وانت اللي زيك يعرف العيب ولا حد علمه ايه هو العيب؟ مش انت يا عمي طبعا،
ده الندل اللي انا متجوزاه. احترمي نفسك يا وسام بدل ما مد ايد عليك. لا يا شيخ، والنبي لا توريني هتمد ايدك عليا ازاي. ايوه يا عمي، بقول لك انا كلمت خالي فرج وجدي صلاح وابو اشرف، جايين لي ليلادي البيت هنا عشان هتطلق. لا ابقى احكي لك بعدين اما تيجي، ما تتاخرش مستنياك. اوعى تنسى تجيب القايمه اللي الدكتور مضى عليها وانت جاي. كان يوم اسود يوم ما اتجوزت، يا ريتني سمعت كلامك. يلا سلام. انت فاكراني عيل صغير هتهدد باهلك؟ لا سيد الرجاله، عايزه بقى اشوف الليله دي هتسد معاهم ازاي. وديني وما اعبد يا حازم، لا فرج الخلق عليك واخليك عبره لمن يعتبر قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ما تخلصي بقى يا وسام. بتعمل عليا انا ذكر، والتانيه اللي بتديك على نفوخك بالجزمه بتوطي تبوس رجلها عشان ترجع لك. قلت لك ما حصلش. ليه يا شيخ؟ المفروض ان انا كدب عينيا واصدقك انت. هي ايه؟ طنط كانت محجبه والدبوس وقع منها فانت وطيت تجيبه لها. سعي سعي. اوسع ايه؟ رايح فين؟ هي وكلام غير بواب. بقول لك وسع. ما انتش نازل يا حازم غير اما اهلي يجوا وتطلقني. وانا مش محتاج اهلك يجوا عشان يطلقك يا اختي. انت طالي يا وسام. بنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال. وجابها لك منين دي يا ملك؟ طب خلاص اهدي اهدي اهدي، هتصرف هتصرف خلاص. والله حاضر هتصرف النهارده بالليل. حاضر اوكي يلا باي باي. بنت في كلية آداب قسم اجتماع وتكون شمال ويبقى عندها استعداد انها تقبض عشان تعملين اللي احنا عايزينه. فالزورة دي هي اللي كانت بتتكلم؟ ايوه. ويا ترى بقى قلت لها اللي رامي قاله لك ولا لا؟ قصدك حكاية الليتي؟ هو كان قال لك حاجة تانية غير دي ولا ايه؟ لا هي ما ادتنيش الحقيقه فرصه اتكلم لانها شايطه على الاخر. يا حرام. يعني هي شايطه ما ادتكيش فرصه ولا انت اللي مش عايزه تقولي لها؟ تفرق برضه للمره الثانيه. ما اقولهاش ليه ده؟ انت غريب صحيح ما بتفهمش. هي لما تيجي انا هقول لها، بس تهدى الاول. اهدي انت يا ماما كده، هدي شعورك كده، اهدي كده. طيب على العموم قولي لها بقى ان انا رايح لرامي. تنسيش تقولي لها ده. خلاص يلا باي باي. بجد ان انت ما عندكش دم؟ يعني هي تلاقيها منين ولا منين؟ مش كفايه عليها عمها اللي مطلع عينها؟ هي ناقصاك انت كمان؟ يا عيني انت دايما قلبك عليها. خدي يا حبيبتي، بصي دول شويه نعناع، هدي بيهم اعصابك كده، وخدي وراهم قرصين مهدي. ها يلا وتسلي في دي يا حبيبتي. ها مش عايزه. تعالي اتفضلي يا حبيبتي، خش بيتك ومطرحك. ايه ده؟ اتأخرتوا كده ليه؟ والله احنا بعد ما خلصنا الشهر العقاري يا نادية لفينا كده على شوية بنوك عشان نطمن على حسابنا. واطمنتوا؟ ابدا. اسكت يا نادية، ترى الحكاية معقدة ومعقربة ومحتاجة يجي 100 مكتب محاسب. اقطع دراعي، اما كانت اختها هي عاملة الحكاية دي بقز. جالك كلامي؟ قلتلهاش انا حاجة؟ والله يا نادية كأنك سمعاني وأنا بقول لها نفس الكلام. أختك دي مش هتورد على جنة أبداً. الله، اتوقف ليه يا حبيبتي؟ ما تتفضلي تقعدي، اتفضلي. يا بنتي محتاجة حد يقولك اتفضلي إيه يا نادية يا حبيبتي؟ هو أنت هنا؟ يا أخويا تعالى ارحمني من الزحمة وسوق بدالي شوية. يعني أنت مش عارف إنها جابتني على ملا وشي؟ أنا؟ لا أمي، أمي يا نادية ما أنا عارفك. شوف الراجل كأنه ما قاليش حاجة. ولا أعرفك. دي تاني مرة. معلش. إزيك يا مريم؟ عاملة ايه؟ معلش انا اسف، انا لازم امشي والله، جايبني كده من شغلي ست. شغلي ايه؟ انا مش فاهم انت بتشتغل ايه؟ هو ايه كل ما اشوف وشي تقول لي شغلي شغل؟ اقعد ده انا محتاجك، عندي ليك مفاجأة كبيرة قوي قوي قوي. ربنا يستر. ايه ده؟ تليفونك صح؟ ايه؟ ايوه هي، والله عارف انها هي، عاوز تعرف انت فين وبتعملي ايه؟
سابع مرة تتصل بيها النهاردة ولا تسألي فيها، خليها بنارها كده. ليه؟ بنارها ليه؟ ما نقول لها على المفاجأة الكبيرة. إيه؟ إنك لغيت التوكيل؟ هو لغي التوكيل ده المفاجأة؟ آه؟ لا يا حلوة، المفاجأة الكبيرة قوي 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 إن مريوم حبيبتي حبيبة عمها قررت إنها تعيش معانا هنا للأبد. لو النبي اعملي اللي انت عايزاه يا مريم، واقعدي في المكان اللي يريحك. انت حره في اللي بتعمليه، انت مش عيله عشان افضل شايله همك طول العمر. وكفايه كفايه قوي عليا المشاكل اللي انا فيها. وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما انا قريب هسيبها لك مخدره. ولا انت فاكره هتجوز في البيت؟ انت حتى ما فكرتيش في شكلنا قدام الراجل اللي هتجوزه. اه وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل لي فيها الصدر الحنين، ما تلوميش الا نفسك، وبيخليه يطلقك من الحيوان اللي انت اتجوزتيه من ورانا. مالك يا ملك؟ ولا حاجه. لا دي بتاعي يا حبيبتي، مشاكل. قولي لي اتفقتي مع البنت على كام؟ انا ما اتكلمتش معاها في اي تفاصيل، انا ما اعرفش انت عايزاها في ايه اصلا. انت متاكده الاول انها اداب؟ لا، هي من ناحيه اداب هي اداب. ما بهزرش يا مها، انا بتكلم بجد. اداب اجتماع. ولسه بتقولي ان دكتور حازم أستاذة؟ طب هاي دخليها لي أوام لو سمحتي. حاضر، أوكي. طيب بقولك إيه، هي رنا بتشرب أي جوس ولا في حاجة معينة بتشربها؟ آه لازم فريش جوس لو سمحتي. طيب نهى. آه معلش أنا غلبتك معايا النهاردة، أصل الناني بتاعتها ما جاتش النهاردة وما كنتش عايزة أسيبها لوحدها فجبتها معايا. دي هي نورت الدنيا. ماشي يا مريم، ماشي. انت متأكدة ان هو ده العنوان؟ انت هايلة. مستر نديم؟ ايوه أميرة. عنوان ده ليه يا عبد الرحمن؟ ميرسي. كنت عاوزة اقول لك على حاجة. خير. أنا في حاجة عرفتها ولو ما قلتلكش عليها ضميري هيأنبني أوي. قولي على طول يا أميرة. أنا عرفت مين اللي بيبعت الحاجات على الإنترنت، صورك أنت وملك. مين؟ هي. هي ملك؟ بكرة الصبح هجيب لك الراجل اللي اديت له فلوس عشان يعمل كده. طيب هاي. قولي لي، هو ده الواد محسن أبو قلب؟ الواد الأسمراني ده الرفيع أبو شعر عامل زي ده. هو ده؟ قلتي ايه؟ افكر. انت مش هتفكري، انت هتنفذي. بس الدكتور حازم يعني مالكيش فيه. دكتور حازم مالكيش فيه. طب وتحطيني ليه في مشكله معاه؟ ده ممكن يستقصدني ويسقطني. وماله لما تسقطي لك سنه ب50,000 جنيه؟ هتعملي ايه يعني بالتخرج؟ وبعدين ما انت شغاله اهو زي الفل. قشطه، بس كده حرام. صح، حرام. طب نخليهم 60 ويبقوا حلال؟ 100 واعملها لك فضيحه بجلاجل. أنا مش عايزة أعمل له فضيحة. هو حتة محضر في الاسم، عرض عليك الامتحان مقابل إنه ينام معاكي وأنت رفضتي، وتجيبي لي رقم المحضر. ويا سلام بقى لو شكوى العميد الكلية بنفس الكلام اللي في المحضر.
بقى تمام. طب مش احسن لو قلنا انه اتحرش بيا في مكتبه، واجيب لك واحده زميلتي تشهد انها دخلت علينا الاوضه لقيته زنقني في الحيطه وانا بقول له عيب يا دكتور، ما يصحش كده يا دكتور. والله فكره، بس انا مش هزود ولا جنيه. 50 كمان لزميلتي اللي هتشهد معايا. لزميلتك برضو؟ بين البيع والشاري ايه؟ بين البيع والشاري 60,000 جنيه، مفيش غيرهم. خدي فلوسك. شرفتي. طب يمين ثلاثة ليكون طلائك على ايدي وبكرة تشوفي، مدام الموضوع دخل تحدي كده. اهدى يا فهمي، ما تعكننش روحك امال. تعكننش روحي؟ تعكننش روحي يا نادية بعد ما سمعت تشتكي بودني؟ انا حرامي يا نادية، انت متجوزاني وعارفة، شفتيني بمد ايدي واسرق حد؟ انا حرامي يا نادية؟ ابوك حرامي يا طارق؟ لا يا بابا انت مش حرامي، بس هي ما قالتلكش انك حرامي يعني. يا ريتني ما خلفتك ولا شفت خلقتك، يا ريتني ما خلفتك. انت قاعد ودانك طرشه ما سمعتش؟ ودانك مسدوده؟ خلاص يا فهمي خلاص، ما تخليش مريم تندم انها سمعتك رساله اللي ما تتسمى. قالت؟ قالت عليه حرامي؟ انا اخلي مريم تندم؟ انا؟ ده انا بعشق مريم، بحب مريم. طب والله وريك عليها علفان، انا لو عندي بنت ما كنت احبها زي ما بحبك يا مريم. والله يا بنتي والله، بس سمعيني شتمتني ازاي وقالت حرامي؟ عشان تاني مره يبقى مركز وودانه مفتوحه ويسمع شتيمه ابوه بودنه. سمعيني يا بنتي، اعملي اللي انت عايزاه يا مريم، واقعدي في المكان اللي يريحك. انت حره في اللي بتعمليه، وفلوسك اللي انا محافظه لك عليها لما تتاخد منك ولا يسرقها عمك اللي عامل فيها السدر الحنين. اها قالت ايه؟ رشا اتوقف المره دي؟ قالت لك ايه؟ لما عمك يسرقها اللي عامل فيها السدر الحنين، يعني انا الحرامي ابو سدر حنين. شفته؟ سمعت يا استاذ طارق؟ يبقى ركز وفتح ودانك. بعدين جرى ايه يا فهمي؟ انت هتهدي الواد ولا عايز الواد يشعللك؟ ايوه انا عاوزه يسخن هو يا ناديه. يسخن هو ويسمع شتيمة ابوه. بقول لكم ايه؟ انا الموضوع ده كله كده مش عاجبني. ايه اللي مش عاجبك؟ كل اللي بيحصل ده ليه؟ مش عاجبني. يا سلام، مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني. انت رايح فين؟ هقوم اغير هدومي وانزل اشم شويه هوا عشان اتخنقت. طبعا اقعد. قومي يا مريم حبيبتي، انت قومي غيري هدومك وانزلي عشان تفك عن نفسك شويه. تلاقيكي قرفانه من كلام اختك اللي قالته لك في الرساله. قومي فك عن نفسك يا حبيبتي. يا ارض احفظي ما عليكي. داري عليا انت اللي مش داري عليا. ليه كده بس؟ انا مامي. انا لا 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 ايه ده لا كنت هدخلها في نفسي. ايه ده؟ لا طلعت. يس. جود. جامدة. لا ورانا كمان جامدة. وريني بقى. وريني يا جامد. تعالي انا هشوف لك حل مع البنت دي. طيب قبل ما اشوف حل بس عايزاكي سامعة. ايه في ايه؟ عايزاكي في حاجه ضروري قوي، غير ان عمرو مشي وراح عند رامي. لا في حاجه تانية. تعالي ليسي، ده اللي سمع رامي لما قابل اميره، ولما سالها عرف ان ليسي عايز يقابل نديم فخري باي شكل من الاشكال، بس هي من فضاله. وطبعا رامي اتسحب من لسانه وقال لها اللي سيده يبقى مين؟ مش عارف اذا عمل كده ولا لا. ازاي يعني؟ وينفع رامي ما بقاش ابو العريف؟ بصي عشان بس انا ما اظلموش، احتمال كبير ما بقاش قال، لان رامي اصلا ما عندوش معلومات عن الليسي. دا
ده كان هيموت ويعرف فينته معلومه عنه، لحد بقى ما استاذ جلال قال له ان هو جوز اختك. بصراحه يعني انا نفسي اتفاجئت، لاني ما كنتش اعرف ان مريم متجوزه. متزعليش مني، سايبينك بيتك ده اكبر غلط انتي عملتيه. انا مش فاهم يعني ايه اللي جد بينك وبين ملك، ولا انتي متضايقه انها هتتجوز ولا ايه؟ والله انا ما بقتش فاهمكم. شيلي شنبك ده، شنبك. مريم اوعي تفتكري اني بقولك كده عشان انا متضايق انك قاعده عندنا في البيت، بالعكس والله ده بيت عمك يفضل طول عمره مفتوح لك. انا بس مش عاجبني ان الامور توصل بينك وبين ملك للدرجات دي. ما ينفعش تسيبي حد يسخنك على اختك، حتى لو الحد ده يبقى ابويا. ما تستغربيش يا مريم، انا ما بعرفش الف وادور، حق ربنا ولازم يتقلك. بغض النظر يعني عن اللي انت عملتيه، خليني ساكت احسن، وبلاش نفتح موضوع اتقفل من قبل ما نفتحه. خلينا في موضوعك انت واختك. لو انت فعلا شايفه ان في مشكله على الفلوس والورث، يبقى اقعدي معاها واتكلمي وتفهمي. انت خسرانه ايه؟ صدقيني ده احسن حل. اقول لك على حاجه كمان، قبل ما تقعدي مع اختك اقعدي مع نفسك، شوفي انت عايزه ايه، عشان واضح جدا انك تايهه ومش عارفه انت عايزه ايه. ايه؟ خلي بالك توهانك ده ممكن يوقعنا بغلطات تانية، ها؟ زي غلطة جوازك، إذا كنت حضرتك حاسباها غلطة. عايزة تمشي؟ زي ما تحبي. لو سمحت. يا ابن اللذينة، انت اللي بتعرف الدب ده كله ازاي؟ قول له يا سيدي، قول له قلبت الدب ده كله ازاي؟ بقول لك ايه، دي ما خدتش في ايدي نص ساعة، معرفش انا الواد ده بيعمل ايه للحريم. يا عم بعمل ايه؟ الحمد لله احمدك واشكر فضلك يا رب. بس المواضيع دي موهبة يا جماعة، تقليب النسوان ده موهبة، وانا الحمد لله ربنا كرمني بالمهمة دي. وطبعا احنا شركة في القصة دي. ليه يا اخويا شركة ليه؟ يا مش كنت معاك؟ انت كنت معاك تعمل ايه يعني؟ كنت بكلم لك السكرتيرة بتاعت نديم فخري. وعلاقة نديم فخري يا حبيبي والسكرتيرة بتاعته بموضوع تقليب الولاية؟ انتوا خلاص بقيتوا عصابة ولا ايه؟ يا رب يا سيدي يا رب، انا ليه تكره؟ ليه تكره نبقى عصابة؟ لا يا حبيبي، بس انا براكوا في الموضوع ده. لا ده انت اول واحدة معانا. يا سلام، طب حس كده بقى، دي الكولي ده دي هدية يا ماما. استهدي بالله بس اديك الكولي ايه؟ اديهولك اه. بس الاول يعني خد يا خد يا حبيبي. انزل وزنه عند الجوارب شوف يعمل كام، وانا هديك عليه خصم 50%. يا ابني بلاش، احسن تطلع الولايه مبلغه عن شويه الذهب دول. يا ابني مبلغه ايه؟ بقول لك انا رايح لها بكره الصبح. طب انا هاجي معاك اساعد. لا انا زي الفل، انا مش محتاج مساعده. يا ابني طبعا محتاج مساعده في بيع الحاجات دي. لا ما تنعم بيه؟ لا والله ما اظنش. يا معلم دي لو راحت بكل الذهب ده عشان تبيعه في اي محل لازم هتتسال عن فاتوره يعني. اه ويوم الراجل قايل لها ثانيه واحده ومكلم لها بوليس وش. بص انت اسلم حاجه، تعمل زي ما كنت بتعمل قبل كده. على اللونج ران، حته في حته وفي اماكن مختلفه خلاص. لا بس المره دي ما ينفعش، انا محتاج الفلوس كلها مره واحده. لو قعدت ابيع الحاجات دي على فتره هتاخد فتره طويله ومش هينفع. اه طبعا عشان البي يظبط نفسه عشان يخش على نديم فخري وش. لا انا مش محتاج ادخل على نديم فخري كده، انا محتاج ابهر نديم فخري وانا داخل عليه. يعني لازم الراجل ما يشكش فيها ولو للحظه ويدور ورايا، اي كلمه اقولها له يامن بيها، فلازم يبقى فيها لمان كده وانا داخل عليه. هتبيع معانا الحاجة ولا انت؟
لا لا خالص. اوكي طيب بقولك ايه، هكلمك تاني يا منى. اه طب اقفلي دلوقتي. طب يلا باي باي باي. ازيك يا رنا؟ انت تعرفني؟ اعرفك طبعا وشفتك كمان قبل كده. انا ما شفتش حضرتك خالص. ده اونكل نديم يا رنا. ازيك يا رنا؟ مامي بتحكي لي عنك كتير. مامي بتحكي لك عني؟ مالك في مكتبها. اوكي ميرسي. مامي ما بتحكيليش غير عنك. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا زملكاويه. اه هنختلف بقى، انا اهلاوي. ايه ده بجد؟ اه حضرتك جيت لي المستشفى قبل كده بس انا كنت نايمه. صح صح. صحتك ازيك؟ الحمد لله. I love you. تعرف انك جميله جدا. ميرسي. جدا. مامي على فكره بتقول لي كلام حلو جدا عنك. كلام حلو؟ ما قالتلكيش ان انا راجل وحش يعني؟ لا خالص خالص. هاي ملك. هاي ازيك. ازيك انت؟ ايه المشكله؟ تمام. لخبطه، ضرب من كل حته، مش عارفه الاقيها منين ولا منين. رنا هرجع لك. ها اوكي هغلبك. لا انا اللي هكسبك. اوكي موافق. اهلا بنشوف مشاكلك مش كده؟ ما بتخلصش.